كريم. كريم بقالك قد ايه يا كريم شغال في النحاس؟ بقالي دلوقتي 12 سنة. 12 سنة؟ اتعلمت الشغلانة دي ولا وراثة عن والدك او جدك او كده؟ لا انا متعلمها. ايه اللي حبيبك فيها؟ هي كانت منافسة الأول. لا من يعني اصحابي وكده كنا بندرس مع بعضنا كلنا مع بعضينا. بعد كده بقت منافسة. مين فينا يبقى أحسن؟ كنت في مرحلة تعليمية معينة ولا أنت؟ لا أنا طلعت من إعدادي. لا طلعت من إعدادي. تمام. طب احنا دلوقتي في انهي مرحله بالظبط؟ دي اول مرحله بتاعتنا المخاده دي اول مرحله. تمام. النحاس ده بيجي خام، وبعد ما يجي خام بيجي من اوروبا. بعد كده بيجي احنا هو بنبدا نطوره. تمام. اللي بيتم بقى في المرحله دي اول مرحله انا بحط بركب قلب بعمل الاسطمبه دي بشكلها على ايدي انا او اوديها عند خراط اسمه خراط ميكانيكا يشكل قلب زي ما انا عايز اديله الرسم يظبطها لي. انا بشتغل على قلب ده الاسطمبه دي مسألة دي على المخاطر دي وبالعدة دي زي ما انا شغال دلوقتي. ممكن تفرجنا ولا شوف؟ دي اخر مرحلة انا بكف دلوقتي القطعة ديت دي كده خلصت. فانا بعمل بضيف ده عشان المراكب اللندا هنا محدش يتعور. تمام. ايه بقى بتتعمل ازاي دي؟ زمان هنشوف دلوقتي.